بعد ما شفنا مع حضراتكم الاخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. واهم هذه الاخبار انه النهارده هيكون في ماتشات هتتلعب في الجوله ال21 من الدوري المصري، وكمان المباراه المرتقبه لنهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول الانجليزي وريال مدريد الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها، صناعي، زراعي، تجاري وفندقي، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وهتستمر لحد يوم الخميس 9 يونيو. النهاردة هيتم تنظيم أمسية مميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير، هيتم خلالها عزف أوبرا لا ترافياتا للموسيقار العالمي فيردي، وبيقودها المايسترو الإيطالي سيمون فاليري. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباريات قويه في اطار الجوله 21 من عمر المسابقه، هيلتقي غزل المحله مع طلائع الجيش الساعه 4 العصر، وسموحه مع انبي الساعه 6:30 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع الاسماعيلي. كمان النهارده هتتلعب مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا اللي بتجمع ما بين نادي ليفربول الانجليزي وريال مدريد الاسباني الساعه 9 بالليل على استاد ديفانس بالعاصمه الفرنسيه باريس.